ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ انا ملك. انا ان شاء الله انا مع بعض كحك العيد بطريقه سهله جدا وبسيطه، عشان احنا قاعدين في البيت. يلا بينا نبدا. بس انا اشتري لك وشير وسبسكرايب. ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ انا ملك بيكي جدا. النهارده اختي ملك هتعمل لنا كعك العيد. تنسوش اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. دلوقتي هقولكوا على المقادير. اول حاجه هنحتاج، انا رحت عند العطار وطلبنا مقادير الكيلو بتاع الكعك. اول حاجه عندنا هنا كيلو دقيق، عندنا هنا كيلو دقيق، وعندنا كمان نص كيلو سمنه، وعندنا هنا رشه ملح ومعلقتين سكر، وعندنا كيس خميره، وعندنا بقى هنا 5 جنيه سمسم، وعايزين عندنا هنا 5 جنيه ريحة الكحك، وعندنا 5 جنيه لبن بودرة، و5 جنيه شوكولاتة فول سنان أو شوكولاتة كريسبي. وعندنا هنا الحشوة بقى، ممكن تنوع الحشوة لو انت عايزين. انا هنا اخترت اعملها بالملبن ونعملها مع بعض. وهنا بقى عندنا هنا الاشكال، اشكال زي ما انتوا حابين. عندنا هنا دي وعندنا ده، انا شكله كحك لما نعمل. وعندي هنا بقى دي ريحة الموز، وعندنا هنا ريحة السمنة البلدي، وعندنا هنا فانيليا. دلوقتي هسيب لكم المقادير. عندنا كيلو دقيق، وعندنا نص كيلو سمنة هنقدحهم على النار، وعندنا هنا رشة ملح ومعلقتين سكر، عندنا رشة ملح ومعلقتين سكر، و ودي البسبوسة هناخد منه معلقة كبيرة، وعندنا ريحة كحك معلقتين كبار، وعندنا معلقتين نشا، معلقتين لبن بودرة، وعندنا هنا اتنين ريحة موز، وواحدة فانيليا، وواحدة ريحة سمن البلدي، وعندنا هنا 5 معالق سمسم. دلوقتي هنروح بقى نقدح السمنة على النار. وكده أصحابي هنحط السمنة على النار عشان تسيح وتستخدم معانا. السمنة بدأت تسيح معانا، هنسيحها على الآخر ونرجعلكم. وكده سيحنا السمنة على آخرها خالص، بس ما غليت. هنوديها بقى لأخت ملك نحطها على الدقيق. يلا بينا نطلع. وكده هنجيب معاكم الخميرة عشان تخمر معانا، نحط معلقتين السكر وكيس الخميرة. نقلبهم بقى مع بعض. نسيبهم بقى لغاية ما الخميرة تعمل معانا زي الفل. دلوقتي بقى نحط الدقيق على السمنة. دلوقتي بقى هنفضي كل الدقيق. هنحطيه في حاجة واسعة خلاص، ونحط بقى عليه السمنة. دلوقتي بقى نحط عليه السمنة.
دلوقتي بقى هنحط السمسم عشان يدينا ريحه جميله على السمنه السخنه. وهنحط كل المواد الجافه بتاعتنا، نحط رشه الملح، وهنحط ريحه الكحك مع معلقتين كبار، وهنحط معلقتين دقيق سميد او دقيق بزبط، وهنحط معلقتين لبن بودرة، ونقلب المكونات دي مع بعض. نعجن بقى بقدين، الوقت عزب ان نفرك الدقيق مع السمنة من المكونات اللي حطيناها عشان الدقيق يتغلف في السمنة. اختي دلوقتي هتفرش السمنة عشان هتعمل لنا كعك العيد. انا اول مرة اعمل كعك. مالك أول مرة تعمل لنا كعك بنفسها؟ أول مرة أعملها. قولي في الكومنتات لو أنت أول مرة تعملها أو لا. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. أنا مريم في كيجيتو. ولازم اصحاب نجيب من تحت لفوق عشان ممكن يكون في سمنه او دقيق تحت، ناخده مع بقيه المكونات. عشان كل حبات الدقيق تتعرض في السمنه. بس حطوه في النار بقى. نقعد نعمل كده لغاية ما السمنة تاكل، لغاية ما نخلص كل الدقيق والسمنة بتوعنا ويتغلفوا بالسمنة. دلوقتي هنضيف معاكم ريحة السمنة البلدي والفانيليا، دي كانت ب3 جنيه وب3 جنيه. ريحة السمنة البلدي جميلة جدا وقوية. اشتريتها من عند العطار. دلوقتي هنفتح الفانيليا. فتحنا الفانيلا وحطيناها، هنحط بقى ريحة السمنة البلدية. المكونات سهلة عندنا، ممكن تعملوها انتم. المكونات سهلة. هنحط بقى ريحة السمنة، ريحة السمنة البلدية. احنا برضو حطينا سمنة هنا. ريحة السمنة فظيعة، ريحتها قوية، فظيعة. دلوقتي اختي ملك هتحط المكونات اللي هي عملتها. مكونات لذيذة. لكن اخلطهم بقى مع بعض. نجيب من تحت لفوق عشان نخلطهم مع بعض. وكده اصحابي فضلنا نعجن فيها لغايه ما بقت معانا متماسكه ونقدر احنا نشكلها كده.
نفضل نعجن يعني فيها لغاية ما بقت، تبقى كده. يعني المرة اللي فاتت كانت بتفرزت معانا، دلوقتي بقت حلوة وناعمة وما عادش بتفرزت معانا، دلوقتي هنقدر نشكلها زي ما احنا عاوزين، عاوزين نشكلها بس أشكال اللي احنا عاوزينها وأشكال اللي انتوا عاوزينها برضه. يعني نبدأ نشكلها دلوقتي بقى، هنعمل مع بعض الحشو. دلوقتي يا صحابي هنحط مع بعض السمسم على السمنة، معلقتين سمنة، معلقتين سمنة، معلقتين سمنة كبار، ونحط يا السمسم. دلوقتي بقى هنحط ملبن، نص كيلو ملبن، هنحط نص كيلو ملبن، هنحطه نقطع النار. وكده حطينا، هنقلب السمسم مع معلقتين السمنة. وكده بقى سهل دلوقتي نقطع السمسم. انا هنقطع الملبن، هنقطع الملبن. وكده هقطعنا السمسم المكعبات زي ما انت كل سمسم، هنقلبه بقى على السمسم والسمنة على وكده قطعنا الملبن لكده لكده كده مربعية. دلوقتي بقى هنولع النار. كده هنحط ريحة الموز. هنحط الاثنين. دلوقتي هنقلب. وكده هنفضل نخليه يدور لحد ما يبقى معانا عجينة. ادي عمال فرشتنا الملبن مع السمسم. دلوقتي بقى هنحطه في طبق لحد لما يبرد هنستخدمه. والألبان بقى لما عملناه الوقت بقى هنحسب الكعك. وكده معانا العجينة اللي انا قلت لكم عليها. دلوقتي بقى هنعملها كور، نعملها كور بالصف هنا كده. دلوقتي قربنا نخلص. دلوقتي بقى احنا عملنا كعك، عشان احنا الثلاثة بنقعد في البيت وزقانين، فقلنا نعمل فيديو معاكم بالكعك، كعك العيد.
رمضان جاي، كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم. بس لسه عاملين له هيك وشير وصابش. عملنا دواير 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 السمسم مع الململ. دلوقتي بقى هنحشي بيهم الكعك. يلا بينا ناحي الحلقة التانية. وكده هنحشي كعك العيد باللي احنا عملناه، القوام بتاعنا. دلوقتي هنشكلها. هنشكلها. هل ما شكلها؟ مش واحد تاني اروح اجيب. انا اللي عامله دي. قولوا لي رايكم شكلها حلو ولا لا. دلوقتي بقى هنحطها في الصينيه، وهنجيب طبقه تانيه وهنعملها كور ونفردها كده زي الطبق. وهنحط واحده صغيره على قد مقدار العجين. نحطها فين؟ دلوقتي هنشكل الشكل ده نحطها فين؟ نحطها هنا ونعملها مكانها هنا. لا كتير منها. اه كبرت. دلوقتي هجيب الشكل ده. ده اكتر واحد عجبني. مش عامل زي دي. هحطها في الصينيه. وهي الحته العجينه دي هنكورها. انا اللي بقى دوريها المره دي. ورا الاول. نكور دي. حطيت الحشوة جواها من قبل ما تكورها. متنسوش ان انتوا تحطوا الحشوة من قبل ما تعملوا الاشكال. انا عملت دورية هفردها، اعملها بقى كده ونحطها. وبعد كده هجيب حتة عجينة كمان عاملاها دورية. هنقوم بقى عاملينها دورية ونفردها. هعملها دورية كمان. احنا عندنا صينية تانية لو الصينية دي ما كفتش. انا بصي انا عاملها بسكوت. انا عاملها بسكوت. مريم اعمل دي هاكلها بتاني. حتة عجينة. احنا مش بنلعب على فكرة، بنعمل كعك. اقول لكم مين الصغير ده؟ ماري. اقول لكم اسمي انا؟ ماري. اقول لكم اسمي دي؟ ماري. تعالى كور. دلوقتي كور واحدة. شايفين؟ أنا هكمل.
نجيب الشيك اصحاب احنا هنخلص الكحك ونعنقشناه واحنا قاعدين نسلم نفسنا عشان احنا قاعدين في الوقت ما هوش خالص وقت قاعدين نناقشه. دلوقتي انا برضو هعمله. احنا واخواتي التلاتة عملنا دولت كلهم لوحدينا بطريقة سهلة وجميلة. بنحط الشوكولاتة جوه العجينة، واخويا الصغير هو اللي عمل دي. اقول لكم بنحشيها ازاي. حط اللحم من جواها دي. وبعدين احنا بنعمل دلوقتي العجينة مع بعض. حب المريض دي قوي، ماشي، سهلة قوي، سهلة والله، هي سهلة. سيب يا مرة هنحطها هنا. قربنا نخلص يا جماعة، لسه آخر واحدة معايا. وعملنا بقى الصينية، الصينية التانية شايفين دي حلوة جدا، تحفة. دي اخويا الصغير عملها بقى. احط دي، معرفتش اعمل زيها. بعدين بقى اجيب السكينة واقطع. ما انا كده خلصنا. ماما عملنا الكحك لوحدنا وماما تعبناش في حاجة عشان تعرف احنا شطارة ولا لا. يعني نجيب دي قوي. حط حاجة هنا، حاجات حلوة قوي يا جماعة عجبتني خالص. إيه لو انتوا عندكم المكونات اللي عندنا اعملوها وقولوا لي رأيكم حلوة ولا لا. باي باي. هنروح نحطهم في الفرن. يلا كل واحد يشرب صينية. انا هشرب صينيتين عشان هما خفاف. وكده يا اصحابي عملنا دول. عملنا الصينيه دي حلو قوي قوي قوي. عجبني دي شكل السكينه. دي السكليت كنا نعملها كده. ما عملتيش دي. نعمل كده بالسكينه بس انت تكون مش هنشالها عشان تدينا. مش عارفه ايه حاجه المكعبه دي. ممكن نعملها في شوكولاته جواها. ايه في شوكولاته اهي. اخي مالك الصغير عمل دي شوكولاته بس برضه عجبتني قوي. ما عرفتش اعمل زيها. عملها خالص. جربت ما عرفتش والله. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب كده. اصحاب على ما طلع من الفرن طلع شكلهم بالشكل ده. ودي الاشكال اللي طلعت من الفرن. ما طلعش مظبوط قوي بس كفايه ان احنا عملناه بايدينا. انا واخواتي وطلع بالشكل ده. مبسوطين قوي ان احنا عملناه بنفسينا. تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. ودوس على تجربة تشوف كل الفيديو. لو عجبك الفيديو ولما ماتي جميل. انا اللي عملت ايه ملك العمل دي. لا ملك عمل ملك اخويا الصغير هو اللي عمل دي. ملك عمل ده. انا عملت دي. عملت دي كمان. شايفين انا عملت دي. واحدة صغيرة انا اللي كنت عاملاها. ودي بقى ملك العملية. دي ملك العملية. وماما قعدت قطعتها. وانا اللي عملت دي. ماما هي قطعتها. ايه
هما هي اللي طريتها، ودي اللي انا كنت عملتها معاك. تمام بقى الاشكال اللي طلعت دي بقى ملك العمليه. وعندنا دي مشكله عمليه جوه شوكولات. شكرا 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 شكرا. وطعمه جميل قوي. مش بس حطينا لايك وشير وسبسكرايب. بقى نحط في طبق التقديم. بقى عندنا نحط في الطبق ساعتين كتير. نحط كله يبقى كده. وصغيرة بقى دي بقى عاملة دي. انا مع خطوة وقد ما هاخدها عشان تستمتعوا زينا. شوفي وطلع بالشكل ده. طلع بالشكل ده بعد ما قدمناه. بس لسه في واحدة او واحد بس. بس احنا بقى جايبين ده كله. هنرجع تاني ولا بنا بقى ندوق معاه؟ ندوق معاه. شوفوا جميل ازاي ومفرفش. بعدين بقى ناكل دي بقى بالشوكولاتة. افتح لكم الشوكولاتة. ايه دي طعم الشوكولات. اه في جوا الشوكولاتة طعم جميل. طعم جميل بتخبية. هي بتخبية. باي باي. باي باي. تعمل انا جبنا ولا جابوا انا اكل في لا اشوف فيديو جديد. باي.